إذا مستمرين معكم برنامج العالم هذا الصباح برعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري. افتتح مهرجان أيام المسرح للشباب في دورته 14. المهرجان انطلق على مسرح الراحل حمد الرجيب بمبنى المعهد العالي للفنون المسرحية. شارك فيه 5 فرق مسرحية تتنافس على الجوائز التقديرية والتشجيعية. دورته 14 انطلقت فعاليات دورة مهرجان أيام المسرح للشباب، وكانت شخصية المهرجان الفنانة القديرة سعاد عبد الله تكريما لمسيرتها الطويلة في الحركة الفنية الكويتية والحافلة بالإنجازات محليا وخليجيا وعربيا. مهرجان أيام المسرح للشباب هو تاريخ كبير يومنا في الدورة 14، وهذه الدورة اليوم تحظى برعاية معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، واليوم نعكس اهتمام الدولة في المساحات الشبابية خصوصا المساحات الشبابية الفنية. الهيئة العامة للشباب عندها برامج متنوعة متعددة في مجالات الفنون ولها قالب خاص في جانب المسرح، واليوم نهتم أيضا في هذا المهرجان بأن تكون مساحة لإبراز الطاقات الشبابية المميزة على خشبة المسرح. يشارك في هذا المهرجان 5 فرق مسرحية تمت إجازة عروضها من خلال اللجنة الفنية، وتتنافس هذه الفرق على 13 جائزة يتنافسون عليها الفرق المشاركة لنيلها في هذا المهرجان الشبابي. الميزة والعلامة الفارقة في هذه الدورة شخصية المهرجان. شخصية المهرجان هذه السنة راح تكون الفنانة القديرة سعاد عبد الله، وهذه وتم تسمية الجائزة الكبرى أيضا باسم الفنانة القديرة، فهذا بروحه يعطيك إحساس بمسؤولية أكبر. 5 عروض اللي أنتم راح تشوفونها كلها قوية، فلجنة التحكيم راح تحتار بالعروض اللي راح تشوفها. كلنا اخترنا العروض هذه على مستوى معايير حيل عالية، من حيث النص، من حيث اللقاءات اللي قعدنا فيها مع المخرج وتيم العمل، فشان راح تشوفون كل عمل كواليتي. فالمهرجان هذه فرصة حق الشباب انهم يطلعون حق المسرح التجاري، فرصة ان الناس تعرفهم، حتى المهرجانات الخارجية لما تشوف الشباب اللي عندنا ان شاء الله فراح ينبهرون بكمية الابداع اللي راح يشوفونها. هذا المهرجان والذي يستمر لغاية 13 من شهر مارس الحالي يؤكد دعم دولة الكويت للشباب والحركة المسرحية والفنية وتذليل لهم كافة المعوقات حتى يبدعوا ويعرضوا إمكاناتهم الفنية للجمهور. إذن يبدو أن شهر مارس مليء بالأحداث الثقافية في البلاد. مها يعني بالأمس تابعنا مهرجان أيام المسرح للشباب في دورته 14، وقبل يومين انطلقت فعاليات الدورة 28 من مهرجان القرين في مسرح عبد الحسين عبد الرضا، واللي يعد واحد من أهم المهرجانات الثقافية في بلادنا العربية. طبعا الحلو في مهرجان القرين الثقافي أنه هو يشكل ظاهرة فكرية ثقافية وفنية، مؤشر واضح على وعي المجتمع في خطوة جادة لدعم وتشجيع ونشر الثقافة والفنون في أبهى صورها. نعم، طبعا لمعرفة تفاصيل هذا المهرجان المتميز ودور الثقافي يصحبنا في الاستوديو اليوم الأستاذ محمد بن رضا مدير مهرجان القرين. صباحك الله بالخير أستاذ محمد. صباحكم الله بالخير. حياك الله ويانا في العالم هذا الصباح. الله يحييك طالما. يا هلا فيك. بداية خلينا نتكلم عن مهرجان، يعني مهرجان وعلى ما يبدو فريد من نوعه ورائع بكل المقاييس والأشكال، ينوم عن تحضير متقن وعمل دؤوب من قبلكم. يا ريت تحدثنا عن التحضيرات اللي سبقت انطلاق هذا المهرجان. احنا دائما في المجلس الوطني للثقافه والفنون انا بعد كل دور من دورات المهرجان ابتدي التحضيرات، يعني تكون التحضيرات مسبقه مده سنه. هذا العام شارك ويانا اكثر من 250 من فنان وباحث ومفكر من داخل دوله الكويت، بالاضافه الى 170 فنان من خارج دوله الكويت. تقريبا عدد الفعاليات راح تكون معنا خلال هذا العام اكثر من 30 فعالية ثقافية وفنية. ممتاز. من الجهات المشاركة اذا كنا نتكلم عنها ابرزها على الاقل نذكرها؟ احنا دائما في المجلس الوطني للثقافة والاداب عندنا عدة اتفاقيات ثقافية وفنية مع الدول العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة. بناء على هذه الاتفاقيات نحاول نحن نفعلها من خلال البرامج والانشطة الثقافية. نحط لنا تقريبا روزنامة لمدة سنة نختار افضل الفعاليات
الفعاليات الثقافية والفنية من أنشطة موسيقية من أنشطة فنية ورش عمل توزعها على جميع المهرجانات في المجلس الوطني من ضمنهم مهرجان القرينة. احنا عندنا الحين تقريبا 10 امسيات موسيقية تعاون مع السفارات الأجنبية في الكويت بالإضافة إلى أكثر من محاضرة ثقافية، ندوات، معارض فنية، معارض ثقافية من خلال التعاون مع المجمعات التجارية. عندنا معرض إصدارات المجلس الوطني للثقافة والآداب راح يكون في جامعة الكويت، بالإضافة للأمسيات الشعرية بتكون مع رابطة الألباء الكويتيين. عندنا معرض آخر لمجلة العربي بالتعاون مع جمعية الخريجين الكويتية. فهذه أبرز جهات المشاركة. شنو اللي يختلف يعني هالسنة مهرجان الكرين ثقافي عن السنة اللي طافت؟ يمكن بعدها الكورونا اللي صارت ب 2020 شوي قلت الأنشطة في 2022، الحين لا تميزت، خذينا مساحة كبيرة على أساس أن نحضر لها مسبقا. وضغطنا تقريبا عدد الأيام الفعالية دائما كانت تقريبا أكثر من 21 يوم. هذا العام والعام الماضي صار مدة 10 أيام بس ضغطنا فيها الفعاليات وانتقينا الفعاليات مميزة حتى تطلع بصورة حلوة. ممكن أسأل عن الشريحة المهتمة بالجانب الثقافي أو الفني بهذا الشكل بشكل المهرجاني؟ يعني إذا بنقارنها في يعني نتكلم 28 فعن سابقاتها، هل تلاحظ هناك شريحة تكبر؟ هل هناك ابتعاد عن مثل هذه الفعاليات؟ أم شنو قاعد تشوف الفرق من أولها لحد 28؟ إحنا راعينا بصراحة في أنشطتنا والفعاليات أن تتم في جميع الشرائح المجتمع وحتى الفئات. يعني عندنا احنا اليوم ورش الاطفال في مكتبة الشبيلية العامة، عندنا جائزة الصقر عيسى الصقر الابداعية، وعندنا معرض تشكيلي للشباب، عندنا امسيات موسيقية لجميع الشرائح ممكن يحضرونها. في عندنا يعني حتى الندوات الفكرية الرئيسية اللي احنا قاعد ننظمها على مدى يومين تستهدف النخبة من المفكرين والادباء الموجودين في الكويت، بالاضافة الى استقطاب عدد كبير من الضيوف لهذه الندوة وللمهرجان ككل. فهناك قبول؟ هناك في والله احنا الحين على مدى يومين ما شاء الله الحين يمكن طريقة ارتئينا انه لازم يكون هناك حجز مسبق لحضور الفعاليات، فهذه شوي نظمت العملية بسبب ان كثرة الجمهور اللي حضر اقبال على الفعاليات. نعم. طيب في كل دورة هناك شخصية ثقافية او فكرية بارزة ومؤثرة، شنو هي المعايير اللي تتم من قبلكم او شنو هي المعايير اللي موجوده من قبلكم لاختيار هذه الشخصيه؟ احنا دائما نختار الشخصيات في مهرجان القرين خصوصا يعتبر اهم مهرجان على مستوى الوطن العربي كمهرجان ثقافي دولي، فدائما ناخذ رموز الثقافيه الموجوده على مستوى الوطن العربي. السنه معنا صاحب السمو الملكي الامير بدر بن عبد المحسن، الشاعر ارتئينا ان طبعا بناء على تعليمات معالي وزير الاعلام والثقافه ووزير الدوله لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافه والاداب من البلد نحيي بهذا الصباح. عندنا عده يعني هو كان عنده ثم تقول تعليمات على اساس ان احنا نختار شخصيه رمزيه ثقافيه بعد انقطاع المجلس عن فعاليات مهرجان الثلاثه الماضيه. يعني خير ما خلقته يعني الامير بدر بن عبد المحسن الكل يجمع عليه ان شاء الله. وهذه اضافه للمهرجان. يعني هذه تعتبر ايضا من الاليه المتبعه لدعم وتشجيع ونشر الثقافه والفنون من هذه الناحيه، شنو هي الاليات الاخرى اللي تتبعونها عشان تنشرون مثل هذا النوع من الوعي في الكويت؟ احنا قلنا مثل ما قلنا احنا عندنا اتفاقيات ثقافيه وفعاليات وانشطه نحاول احنا نفعلها من خلال التعاون. يعني السوشيال ميديا مثلا شلون ممكن تستغلونها في نشر مثل هذا النوع من الثقافه حق الناس اللي تكون مبتعده لكن يكون في اهتمام بشكل او باخر حتى لو كان من بعيد؟ احنا تجذبها فيها. يمكن احنا حاولنا في هذا المهرجان حتى ان نروح لمواقع التواصل الاجتماعي مع الجمهور، نحاول نستقطب الناس اللي عندها حضور في وسائل التواصل الاجتماعي مميز من خلال الاعلانات الفعاليات. يمكن احنا اول مهرجان نبتدي ان ما نطبع شيء ورقي كمنشورات او فعاليات، من خلال كل شيء رقمي من خلال التواصل الاجتماعي. هاي بناء تعليمات معالي وزير الاعلام. جميل.
يا ريت تكلمنا أكثر عن اختيار العالم الفلكي الراحل الدكتور صالح العجيري رحمة الله عليه كمنارة ثقافية لهذا المهرجان. احنا في كل دور من دورات المجلس الوطني نختار منارة ثقافية نتكلم عنها ويكون لها حضور وشهادات يقدمها بعض المؤثرين في الوطن العربي. هل هذا العام عندنا إن شاء الله في عدد من فلكيين على مستوى دول من التعاون حاضرين في هذه الشهادة عن منارة صالح العجيري. صالح العجيري معروف الأب الروحي للفلك في مستوى دول من التعاون وكان هناك إقبال بصراحة من دول مساهمة المشارك في هذا المنارة من أمثال الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني من دولة قطر، عندنا الدكتور أستاذ الدكتور شوقي الدلال من البحرين، بالإضافة إلى راح يحاضر ويانا إن شاء الله الدكتور محمد رميحي الأمين العام السابق للمجلس الوطني للثقافة والآداب راح يكون معنا إن شاء الله في هذه المنارة. ممتاز، يعطيكم ألف عافية. طبعا ممكن نتكلم عن بعض الشخصيات الأخرى اللي تكون نقدر نقولها تتميز في ظهورها في مثل هذا المهرجان. يمكن إحنا بدأنا في انطلاق مهرجان الجرين الثقافي من خلال اختيار الشاعر الغنائي الأستاذ أحمد الشرقاوي كشخصية غنائية ثقافية في مجال الشعر. بداية انطلاقنا ضمن فعاليات مهرجان كان هناك تكريم خاص له، بالإضافة إلى عندنا عدة فعاليات نكرم فيها مثل جائزة عيسى صقر داعية حق الشباب راح يقدم حق في مجال الفنون التشكيلية. نوجه له التحية طبعا شاعرنا الكبير أحمد الشرقاوي ويستاهل هذا التكريم. يمكن أنا قاعد أشوف مهرجانكم هالسنة يمكن مميز أكثر من الباقي بحكم يعني الفعاليات الكم الاختيار اللي تم من قبلكم، أيضا الشخصيات اللي قاعد يعني مثلا لو بنتكلم عن الشخصية الثقافية أمير بدر بن عبد المحسن، يعني أيضا بنتكلم عن المنارة الدكتور صالح العجيري رحمة الله عليه، شنو اللي قاعد يميزكم أكثر وأكثر الحين؟ يعني أنا قاعد أشوف شخصيات تبارك الرحمن يعني لامعة، هي لامعة الواحد كله يعني يفتخر فيها. في المقابل اختياركم لبعض الثقافات المعينة اللي يمكن تميزت في الفترة الماضية وأيضا راح تميز فيها هذا. احنا عندنا مثلا على سبيل المثال عندنا في ندوة رئيسية ثقافية راح تكون على مدى يومين استضيف فيها اكثر من 50 ضيف من خارج الكويت، من ضمن الضيوف راح يكون معنا مع وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية الدكتور نيفين كيلاني، بالاضافة الى الدكتور محمد ولد عمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم الاليكسو راح يكونون في جلسة افتتاحية الندوة الرئيسية للمهرجان. راح يكون عندنا فعاليات كثيرة مميزة من ضمنها اللي هي حفل ختام المهرجان الجرين الثقافي بالتعاون مع وزارة الإعلام، راح يكون هناك عرض مسرحي تاريخي بعنوان سدرة اللؤلؤة، راح يشارك ويانا أكثر من 35 فنان ومطرب وممثل في هذه الفعاليات. ممتاز، نتطلع طبعا يمكن احنا فريق العمل أكيد تابعوا المجريات اللي كانت وراح نستمر في المتابعة معاكم ونتمنى لكم أكيد كل التوفيق. أستاذ محمد بن رضا مدير مهرجان الجرين الثقافي جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم ونتمنى لكم التوفيق دائما. شكرا على استقبالكم لنا وتاحت الفرصة لتسليط الضوء على أهم فعاليات مهرجانا. شرفنا فيك. بس أنا عندي سؤال قبل لا أروح حق الفقرة الجاية، الدعوة عامة أي أحد يقدر يحضر؟ نعم الدعوة عامة بس في هناك حجز مسبق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للمجلس الوطني. نعم. يتم حجز العروض الفنية يختار الفعالية ممتاز أساس يضمن أن يكون كثير. ممتاز، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدي الكرام مستمرين معكم في العالم هذا الصباح ومع موضوع آخر جدا مهم.